بسم الله الرحمن الرحيم، تلامذتنا الأعزاء، إليكم اليوم درس في مكون الشكل، الوحدة السابعة، الأسبوع الثاني، حصة التصحيح. الهدف من خلال هذه الحصة أن يتعرف المتعلم الأخطاء التي ارتكبها ويعمل على تصحيحها وتجاوزها. الشكل، العنوان: إنتاج الغاز الطبيعي. في البدء لم يهتم الإنسان بما في جوف الأرض من مصادر الطاقة غير البترول، أما الغاز الطبيعي فكان يعتبره غير ذي قيمة، لذا كان يتركه يحترق كلما حفر بئرا جديدة. ثم اتضح فيما بعد أن للغاز قيمة، إذ يمكن استخدامه في أغراض التسخين في المنازل والمصانع. ومع ذلك، ففي كثير من مناطق العالم المنتجة للبترول، نجد أن الأسواق المحلية للغاز الطبيعي صغيرة نسبيا، وأنه لا توجد سوى استعمالات قليلة للحجوم الهائلة من الغاز التي تنتج من البترول السائل، والبعض منها يعاد حقنه في الأرض لزيادة الضغط في باطنها حتى تزداد كمية البترول السائل التي يمكن استخراجها. الفهم: بماذا كان يهتم الإنسان في البدء؟ كان يهتم بمصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض غير البترول. الجواب هنا انطلاقا من النص. السؤال الثاني: في ماذا يستعمل الغاز الطبيعي؟ يستعمل في أغراض التسخين في المنازل والمصانع. الأجوبة هذه موجودة في النص. الآن أسئلة أجيب. السؤال الأول: حدد معنى ترك في كل جملة. ترك الهالك ثروة طائلة. الهالك معناه يعني الميت، من مات نسميه هالكا. ترك الهالك ثروة طائلة يعني خلف، معنى ترك هنا هي خلف. ثم الجملة الثانية: ترك الغاز يحترق أي أهمله، أهمل الغاز يحترق. وتركت الأسمدة التربة غنية يعني حولت الأسمدة التربة فأصبحت غنية أو أغنتها. السؤال الثاني: أركب في جملة. يهتم، اتضح، حقن. كل واحد منا سوف يركب جملة حسب يعني رصيده. يهتم الطبيب بالمريض. يمكن أن نضع نركب جملة أخرى: يهتم الأب بأبنائه، يهتم التلميذ بدروسه، إلى غير ذلك. اتضح خطر الوباء على الإنسانية يعني أصبح جليا. اتضح التمرين بعدما شرحه الأستاذ، إلى غير ذلك. حقن الممرض المريض بحقنة مسكنة. فعل حقن، حقن الممرض المريض بحقنة مسكنة. حقن، حقنت الممرضة جسم طفل بحقنة، إلى غير ذلك. الآن السؤال الثالث: ضد، نهاية، ومهم. انطلاقا من النص بطبيعة الحال، عندنا نهاية، نهاية هي بدء، ومهم غير ذي قيمة. رابعا: ما مرادف جوف، قيمة، ومصدر. جوف يعني باطن، نقول المياه الجوفية أو المياه الباطنية. قيمة شيء ذا قيمة يعني شيء ذا أهمية. مصدر مورد، نقول هذا مصدر رزق فلان يعني مورد عيشه أو مورد رزقه. ما مفرد حجوم، مفردها
حجم. الآن السؤال السادس، كون كلمات من الحروف ألف عين دال. إذن لدينا ماذا؟ عاد، جيد. داع، حسنا. دعا، فعل دعا. ثم عاد، قوم عاد. وعاد يعني معتد، بمعنى معتد. عاد فهو معتد. السؤال السابع، العبارات الصحيحة. لم يهتم الإنسان في البدء بالغاز لأنه، لماذا؟ لم يكن يعرف فيما يستعمله. ما يؤكد هذا الجواب انطلاقا من النص؟ كان يعتبره غير ذي قيمة. الجملة هذه موجودة، هذه الجملة انطلاقا من النص، توجد في النص. يحقن الغاز في باطن الأرض لماذا؟ حسنا، لزيادة الضغط في باطن الأرض، و لزيادة كمية البترول السائل المستخرج. ما يؤكد هذين الجوابين هو ما جاء في آخر النص، في السطر الأخير. البعض منها يعاد حقنه حتى تزداد كمية البترول السائل إلى نهاية الجملة. شكرا على تتبعكم.